الرصيف بتاع الكوبري اللي فوق ده اللي ما عرفش التضون رمى منه بيعمل ينزل تحت. ازاي انا لقيت الاتوبيس وقع مره واحده من فوق؟ وقع مره واحده من فوق لوحده كده. بقول لك في عربيه ربع نقل زنقت عليه. في ناس نط بتوع الفاكهه والناس اللي هنا نط عشان يجيبوا الناس. في ناس واقفه على الشط وفي حريق. كان في ناس واقف معانا يغمى عليها من الموضوع. سمعنا الصوت والهيصه والاسعافات وهي عماله المهم نزلت لقيت الاتوبيس في الميه وطبعا مربطينه بحبال الاهالي وادينا مطلعين اكتر من 5 6 جثث وانا واقف ونظام بالحبال. قعدنا فين على ما جه طبعا المطاف الونش بتاع المطاف اللي جه الاول بعدها يجي بساعه ونص.